السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم مع بعض على موضوع يهم كتير من المصريين المقيمين في الخارج. ده موضوع القانون رقم 161 لسنة 22 واللائحة التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 والخاص بالإعفاء الجمركي أو مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، بحيث إن أنت هتحط وديعة في البنك بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة وتستردها بعد 5 سنوات بقيمة الجنيه المصري بسعر الصرف في الجنيه المصري والاسترداد إن شاء الله. أولاً دي خاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، هو بيقوم بتحويل ضريبة مستحقة على السيارة اللي هي عبارة عن ضريبة الوارد القيمة المرفعة ضريبة الجدول والرسوم التنبيهية، يحولها للعملة الأجنبية، والعملة الأجنبية المقصودة هنا هي دولار حصرياً، يحولها من حسابه في الخارج في أي مكان أنت مقيم فيه، هتحولها من حسابك في الخارج الى حساب وزاره الماليه. المبادره دي مدتها 4 شهور، تقدر تحول الفلوس بتاعتك وتشترك في المبادره لمده 4 شهور، بتبتدي بتاريخ 14/11 اللي هو امبارح، تنتهي بتاريخ 13/3/23 ان شاء الله. بتحول على حساب وزاره الماليه في رقم الحساب طبعا موجود في اللائحه التنفيذيه وموجود في المواقع الخاصه بوزاره الماليه، الحساب في البنك الاهلي، بتسترده بعد 5 سنوات من تاريخ التسديد، او في حاله انت بتاخد صلاحيه تصريح الاستيراد بتاعك مدته سنه، اذا انت ما استوردتش في خلال السنه دي بتسترد فلوسك بعد سنه بعد انتهاء التصريح بتاعك. طيب ايه الشروط اللي حصل فيها جدل كتير اليومين اللي فاتوا وكل الناس؟ احنا طبعا ما حبينا ما نفتحش الموضوع ده خالص، ما نتكلمش فيه خالص الا بعد ما تصدر اللائحه التنفيذيه وتصدر توصيات الجمارك بيها، عشان يبقى كلام على وضوح على نور، ما يبقاش احنا بنتكلم اي كلام وخلاص زي كتير بيعمل كده يعني الله المستعان. لذلك دي اول مره احنا بنتكلم في الموضوع ده وبعد ما بقى في حيز التنفيذ فعلا. الشروط انت لازم تكون مصري مقيم في الخارج، اقامه نظاميه طبعا، عربيتك هتشحنها من دولة الإقامة بتاعتك أو من أي دولة، الحتة دي مهمة أوي، من أي دولة تخضع مع مصر جمركيا بنفس العلاقة بتاعة دولة إقامتك ومصر. بمعنى إيه؟ أنت مقيم في السعودية تقدر تستورد تجيب سيارتك من السعودية، من الإمارات، من قطر، من البحرين، من أي دولة خليجية. طيب لو حبيت إن أنا أجيب سيارتي من دول عليها اعفاء جمركي زي على سبيل المثال اوروبا، لا ما ينفعش. طيب برضو ما ينفعش، هل هيطبقوا عليا القيمه الجمركيه بتاعه الدوله اللي انا مقيم فيها ولا ما ينفعش من اساسه؟ دي اللي احنا لسه مش عارفينها لغايه دلوقتي، يعني هي وارده للاثنين، فبعد ما يتنفذ فعلي هنقدر نحدد الحته دي، بس الاكيد ان احنا هنعامل جمركيا حتى لو انا جايبها من دوله عليها اعفاء جمركي، انا هعامل جمركيا على حسب تعريفه الجمارك بتاعه الدوله، العلاقه الجمركيه بين الدوله اللي انا مقيم فيها وبين الجمارك المصريه. نوضحها تاني، يعني لو انا مثلا جايب سياره من المانيا وهم سمحوا لي، احنا لسه مش عارفين هيسمحوا ولا لا، وسياره معاها يورو 1 عليها اعفاء جمركي وانا مقيم في قطر، لا ما ينفعش كده. هعامل وكان السياره جايه من قطر بدون اعفاءات جمركيه نهائي. ايه الحاجات المطلوبه؟ بدينا نبتدي نجهزها بقى من النهارده اللي هم هيحبوا يشاركوا في الموضوع ده. صوره اقامتي سريع المفعول عليها مصدقه، الصوره بتاعتها مصدقه من السفاره المصريه في الخارج، دوله اقامتي طبعا، كشف حساب بنكي لازم اكون فتحته قبل 3 شهور من صدور القانون، قبل 3 شهور من صدور القانون، مصدق عليه من السفاره المصريه في الخارج، ومذكور فيه تاريخ فتحه. كشف حساب بنكي مدته 6 شهور، مفتوح الحساب قبل القانون ما يصدر ب3 شهور، وموجود في كشف الحساب او ما يفيد تاريخ فتح الحساب. طيب اذا انا هجيب سياره لزوجتي او لاحد ابنائي وهم مقيمين معايا في الخارج، يكفي ان انا اجيب كشف حساب باسمي انا بزائد الاقامه بتاعت ابني او بنتي او مراتي؟ مش مطلوب هنا ان انا اجيب كشف حساب ليهم، يعني كشف حساب لرب الاسره تكفي بالغرض. الموافقه الاستيراديه صالحه من وزاره الماليه بعد تحويل المبلغ لمده سنه ميلاديه كامله. بعد السنه الميلاديه دي انتهت، يعني المبادره مدتها 4 شهور، تقدر تفتح
اكونت على الموقع اللي هيعملوه جديد وتحول القيمه المستحقه عليك بالدولار لمده 4 شهور، ومن تاريخ صدور الموافقه بتاعتك ليك سنه تستورد فيها سياره، مش لازم تجيبها مباشره يعني. موديلات السيارات اللي انا هقدر اجيبها حطوها، كانوا بيقولوا 3 سنين بس هم حطوها حصريا من 2019، يعني موديلات من 2019 20 21 22 23. طب لو هي قبل كده لا ما اقدرش اجيبها الا اذا انا كنت مالك اول تملكها في ذات سنه موديل القانون القديم. ينطبق عليهم الشروط الجديده بس بشرط ان انا اجيب شهاده مالك اول تفيد بتملك السياره مالك اول في ذات سنه الموديل، وينطبق عليها نفس الشروط. يعني نقولها تاني، يا اما موديلات اي سياره مستعمله موديل 2019 وانت طالع لغايه 23، او سياره قديمه بس انا كنت مالك اول ليها ومعايا شهاده مالك اول مصدقه طبعا من المرور ووزاره الخارجيه في الدوله اللي انا مقيم فيها والسفاره المصريه هناك. طيب انا حطيت سياره، قلت ان انا عايز اجيب مثلا سياره كيا سبورتاج موديل 19 وطلعت الرسوم بتاعتها زي مثلا 15,000 دولار 18,000 دولار، وحولت الفلوس وبعد كده عدلت عن رايي عايز اغير اجيب حاجه ثانيه. بقدر ادخل برضو على الموقع اعمل تعديل، ولو في فرق في القيمه يعني انا دفعت مثلا 10,000 دولار مثلا جبت سياره اعلى شويه مطلوب ان انا ادفع 15,000، بحول الفرق. هنا برضو في حته الفلوس بتاعتي اللي هستردها بعد 5 سنين دي، الـ5 سنين دي هتبتدي من اخر تعديل تحويل. يعني لو حولت مره واحده يبقى هي من اول مره 5 سنين، طب لو انا حولت مره ثانيه يبقى من المره من تاريخ المره الثانيه للتحويل نعد 5 سنين ونسترد الفلوس بتاعتنا. الفلوس بتتحول مباشره في احد البنوك المصريه لحساب المستفيد، لحساب المصري اللي يكون في الخارج نفسه. يجوز كمان ان انا اشتري سياره من مصر من المناطق الحره برضو في ذات بذات الشروط 2019 وانت طالع، بس في الحاله دي ينطبق عليا جمارك حسب العلاقه بين الجمارك المصريه والدوله اللي انا مقيم فيها. يعني نفس القصه اللي فاتت، لو في سياره في مصر في السوق الحره في المنطقه الحره ومعاها شهاده يورو 1 وهي جايه من المانيا وانا مقيم في قطر، لا ما ينفعش كده، هدفع الرسوم وكانها جايه من قطر بغض النظر عن الاعفاء الجمركي، مش هستفيد بيه هنا. طيب تتعمل ازاي لو انا عايز اجيبها من هنا؟ نفس الموضوع عادي خالص، هنفتح ونحول القيمه بتاعت المبادره لحساب الجمارك المصريه، ثم قيمه السياره تحول لصاحب المعرض او التاجر المصري اللي هو هيبيع لك السياره دي من حسابك بره برضه الى حسابه في مصر بالدولار. مش هينفع تحاسبه هنا بالجنيه كاش، مش هينفع، لازم قيمة السيارة كمان تحول هي كمان من الخارج إلى حساب التاجر. هيعملوا موقع اسمه منصة سيارات المصريين بالخارج، وده نسجل فيه ناخد رقم تعريفي، هنحتاج إن احنا ندخل الرقم القومي الاسم الرباعي تاريخ الميلاد دولة الإقامة رقم الإقامة بتاعتك في الخارج وسيلة التواصل سواء تليفون او ايميل وبيانات الحساب البنكي في الخارج، وكمان نحط فيه بيانات الحساب المصري بتاعنا اللي احنا هيتحول لنا فيه الفلوس بعد انتهاء المبادره بعد 5 سنين او بعد سنه لو احنا ما استوردناش سياره وعدلنا عن راينا. نحتاج كمان ان احنا نرفع مستندات على تكون جاهزه معانا، صوره البطاقه الرقم القومي كلها دي صور سكان ملونه، بطاقه الرقم القومي، الاقامه في الدوله الاجنبيه، كشف الحساب البنكي المثبوت فيه تاريخ فتح الحساب، قسيمة الجواز أو شهادات الميلاد للأولاد أو للزوجة في حالة إن هم كمان مقيمين في الخارج، كل واحد من حقه يجيب سيارة بس يكون تجاوز 16 سنة، أقل من 16 سنة مش مسموح. بيانات السيارة اللي أنا عايز أجيبها، نوعها جديدة ولا مستعملة، تاريخ أول ترخيص ليها، هي مالك أول ولا هي يعني أي شق منهم، هل هي أنا مالك أول ولا أنا شاريها مستعملة، بلد المنشأ، سنة الصنع، الساعة اللترية ليها، دولة الشحن، ولو فيها إضافات أخرى بنضيفها عشان كل ده بيتحسب طبعا في الرسوم اللي هتدفع. مجرد التسجيل تلقائيا بيتحدد لنا القيمة المطلوبة إن احنا نحولها، دي لو احنا السيارة بتاعتنا موجودة في الليستة الموجودة حاليا. طيب لو هي مش موجودة بنعمل عملية استعلام وبيجي لنا رد خلال 3 أيام بالقيمة المطلوب نحولها. بعد ما بنحول المبلغ لحساب وزارة المالية في البنك الأهلي، طبعا التحويل بيوصل لهم صافي، يعني رسوم البنك
المرسل والبنك المستفيد دي على حساب اللي بيحول طبعا، هم المبلغ لازم يوصل لهم صافي هنا من غير رسوم خالص. بعد ما بعمل التحويل برفع بيانات التحويل وصوره الحواله على موقع منصه، وفي خلال 7 ايام بتطلع لنا الموافقه، وخلاص كده نبتدي ان احنا من هنا معانا سنه ننزل فيها سيارتنا. بعد ما يطلع لنا الموافقه اقدر اعمل تعديل زي ما قلنا قبل كده، بدفع الفرق الموجب واخد الموافقه النهائيه. هنبتدي بقى نشحن الايجارات بقى العاديه خالص، تسجيل مسبق للشحنات على موقع نفاذ الجمارك المصريه، دي بيقوم بالدور دوت المخلص الجمركي اللي هو الاي سي اي دي نمبر، وشحن والتخليص والافراج الجمركي. كمان لازم السيارات تكون مطابقه للمواصفات المصريه ومطابقه للجهاز القومي للاتصالات. ما ينفعش ان احنا نجيب سياره غير مطابقه للمواصفات المصريه او سياره مرفوضه في مصر، زي مثلا سيارات بتبقى الدريكسيون يمين، لا دي ما ينفعش. وحاجات تانيه كتير زي كده. ده تقريبا باختصار كل المبادره بتفاصيلها. اهم حاجه فيها مصري يكون في الخارج عنده اكتر من 16 سنه، فاتح حساب بنكي قبل صدور القانون ب3 شهور على الاقل. كمان الفلوس اللي هنحولها دي مهمه قوي، مش عارف قلناها ولا لا، الفلوس اللي هنحولها لازم تكون موجوده في الحساب قبل التحويل ب3 شهور. يعني مثلا لو انا هحول 10,000 دولار لازم 10,000 دولار اثبت من كشف حسابي ان هم موجودين عندي في حسابي اكتر من 3 شهور من تاريخ التحويل. كمان ما يكونش من تاريخ صدور القرار لغايه القانون لغايه وقت ما اعمل التحويل ما يكونش دخل في حسابي اي تحويلات وارده من مصر، ما يكونش دخل في حسابي اي تحويلات وارده من مصر. هم بيسدوا الثغرات دي عشان التجار ما يستفيدوش، يعني هي المبادره خاصه بالمصريين المقيمين في الخارج، فمش عشان التجار هم اللي يستفيدوا بيها. ده كده تقريبا كل حاجه، نسعد باستفساراتكم تحت الفيديو لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب او على الفيسبوك. اي استفسارات احنا حاضرين، احنا شركة قطاع النقل والخدمات، شركة خطرية، ودايما بنقول ان احنا في خدمة المصريين المقيمين في الخارج. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.